كشف ستري واتوضحت يا هدى. أعوذ بالله، هو أنت طول عمرك خايبة كده؟ هو إيه اللي حصل؟ رضا حامل. يا لهوي، حامل في الشهر الكام؟ في الخامس يا أختي، في الخامس. يا لهوي، ومين يا أختي أبوه؟ فاضل الشريف صاحب الشركة اللي كانت شغالة فيها. أنا غلبت أقولك إن الراجل ده ما بيعملش طيب لله، كنت بتطلعي فيا وتقولي لي أنت ما بتعرفيش ناس طيبين. أهو يا أختي ذبحك أنت وبنتك. غلطت يا أختي، غلطت. بس والله شكله كان طيب وما كانش يقول للرضا إلا يا بنتي. طب وأنت عايزاني أعمل لك إيه دلوقتي بعد ما الفاس وقعت في الراس؟ قادر كريم، حلها من عندك يا رب. بقول لك إيه؟ مش هيحلها غير بابلو. فين؟ بص حواليك وانت تعرف. انت مين وعايز مني ايه؟ انا بابلو. بابلو؟ الراجل بتاع كمال بشر؟ بس انا مفيش بيني وبين كمال اي حاجه. انا مش بتاع حد. ابو جبل. ايه ده؟ ده دش كده على السريع عشان تنضف. ريحتك مش عاجباني. ريحتك نتنة. ممكن توقف المي نازلة عيني؟ بيقول لك يا أخي كل واحد ليه نصيب من اسمه، وأنت اسمك فاضل ومفيش فيك ريحة الفضيلة. طب وقف المي ولا هعمل لك اللي أنت عايزه. على الدغري كده، مش لما تعرف الأول. أي حد، أي حد فلوس شغالة، حتى لو عايز مصلحة تحت أمرك. رضا. رضا مين؟ هتعملهم عليا؟ تبقى حامل في ابنك وما تعرفهاش؟ مش حامل في ابني، انا ما اعرفهاش. مش قلت لك من التن؟ يا باشا انت عايز تلبسني؟ اسره تلبس وتعيش ولا تستنصح وتموت؟ يا باشا انت عايز تنصح خالص، عارف عملت ايه؟ ده مفيش حد مش عارف الوساخه بتاعتك. انا مش عايز ابوهم. انت اللي زيك المفروض مات من زمان. يا باشا، يا باشا حرام عليك، ما كانش عشان عيالي. الله، طب ما انت بتتبرى منه اهو. بشدة، والله العظيم بشدة. بشوقة. فرموك يا ابو. هتتجوزها. والنهارده. النهارده. احنا كده نهينا وانتهينا.